ختاما للحلقه مهم نعدي على حاجتين مهمين جدا. اول حلقه، كل بني ادم بيسعى ورا حقه انه ياخد حقه لازم كلنا نكون واقفين وراه. ماتش مصر والسنغال خلص، صعدت السنغال لكاس العالم، لكن اتحاد الكره خد موقف بناء على تقارير ناس كانت شايفين، ناس كانوا شايفين الوضع اللي بيحصل في السنغال من بدايه دخول المنتخب المصري للملعب من بره خالص لغايه نهايه المباراه. تقرير اللي صعد للفيفا ليه بيؤخذ دلوقتي في عين الاعتبار؟ سببين. اول سبب انه في حاجات حصلت مخالفه، اهمها انه الامن رفض انه اتوبيس منتخب مصر ينزل قدام الملعب ويخش على طول، نزله بره خالص علشان اللعيبه تتحرك لغايه ما وصلت لغرف قلع الملابس قدام كل عيون الجمهور. ده مش مظبوط. انا بقول التقارير اللي راحت الاستناد على ايه، مش بقول رايي الشخصي، بقول انه احنا مستندين على ايه. دي واحده. تانيه، انه المدرجات نفسها الخاصه بملعب السنغال كانت قريبه جدا من دكه بدراء المنتخب المصري. ده الموضوع. فيفا لونش انفستيجيشن انتو ايجيبت وورلد كاب بلاي اوف ديفيت باي سنغال افتر فيزيتورز فايل ا كومبليت كليمينج. يعني الموضوع انه الفيفا فتح التحقيق بخصوص مواجهه مصر مع السنغال وخساره مصر قدام المنتخب السنغالي. محمد صلاح تعرض لبعض الكلمات الخارجه وكان في حاجات محذوفه عليه بالاضافه لاستخدام الليزر في وشه. دي صحيفه الميل اونلاين الانجليزيه بتسلط الضوء على هذا الامر. فالمهم موضوع الاتوبيس ده واحده، الثانيه ان المدرجات كانت قريبه جدا 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 من دكه بدراء المنتخب المصري، حدث حاجات ولاعيبه اتهانت وحصل حاجات كتير. المهم ان الحاجات دي كلها صعدت للفيفا. الفيفا بيبص للموضوع ده بعين الاعتبار علشان الحاجات دي، ياخد القرار براحته. يعني الفكره مش ان احنا بنقول انه لازم يحصل كده، الفكره ان في حاجات احنا مستندين عليها فراحت. اتعادت المباراه، يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا. ما اتعادتش المباراه فاحنا مشينا في حقنا لحد اللحظه الاخيره، وهو ده اللي احنا بنكون عايزينه في كل مره. فشكرا لاتحاد الكوره ولاي حد اهتم بالموضوع ده ان هو يوصل لحد المرحله دي. ده نهايه الموضوع. مصر والجمهور المصري كما كان مؤازرا لمحمد صلاح في مواجهات ليفربول وفي المشهد اللي كان حزين بالنسبه لنا صلاح ومانيس لساعه التبديل، انا عندي رساله للجمهور الجزائري عايز اقولها في ختام البرنامج. لاعبي المنتخب الجزائري في حاجه للمنتخب دلوقتي، محترفين. الكل شاف مشهد رياض محرز وهو نازل في مباراه سيتي، والكل شاف مشهد اسلام سليماني الراجل اللي خد افضل لاعب في شهر مارس في الدوري البرتغالي على سبورتنج لشبونه. مدربه بالمناسبه قال انه الاهم من تعافيه جسديا تعافيه ذهنيا. ده الراجل في تصريحات بعد نهايه المباراه اللي فاتت قال انه ده صعب عليه جدا، محبط، لازم يمنح الفرح والتحفيز. ده مديره الفني روبن اموريم، المدير الفني لسبورتنج لشبونه. بيان رياض محرز ومشهده وهو نازل بدموع في مباراه سيتي، ده بيقول انه اللعيبه عايشه حاله من الاحباط، كان الله في عونهم ومحدش اثر. واللي شاف مباراه الجزائر مع الكاميرون مباراه العوده لو اتعادت 50 مره مش هيحصل كده. واللي حصل في لقاء الذهاب لا يمكن انه يتم نسيانه فجاه كده، ولا يمكن انك تنسى ان الرجل اللي على الشاشه ده عامل ارقام قياسيه في الدوري الانجليزي، هو وصلاح كل العرب يفتخروا بيها، وان سليماني ده في الدوري البرتغالي هو افضل لاعب في مارس. ارجو من الجمهور الجزائري انه ما ينساش كل هذا، كل هذه التفاصيل، وانه يدعم لعبته بقوه، لانه الجاي قريب 2023 في كاس الامم مش بعيده، وان شاء الله باذن الله يكتب للجزائر ويكتب لمصر التواجد في المونديال والمنافسه على كاس الامم الافريقيه. وكل التوفيق لكلا الجمهورين. حلقتنا خلصت من سوبر ليج، اشكركم شكرا جزيلا كما هي العاده في رمضان. ان شاء الله موعدنا اثنين وجمعه 12 مساء. لكم مني ومن كامل فريق العمل كل التحيه من استديوهاتنا في القاهره، والى اللقاء.